اطرد. إطار القضاء على سكن الهش، نحن اليوم في عملية الترحيل وإعادة إسكان 50 عائلة التي استفادت بسكن اجتماعي في إطار القضاء على سكن الهش، ونحن طبعا قمنا بعملية التهديم سكنات الهشة قبل ترحيل المستفيدين إلى المقر إلى السكنات الجديدة. اليوم تتم عملية ترحيل حوالي 50 مسكن وحدة جديدة في إطار سكن الهش. العملية متواصلة ولحد الآن متواصلة وبنجاح. أهني العائلات التي استفادت من السكنات الهشة هذه بعد سنوات وسنوات من المعاناة، يعني تقريبا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. الحمد لله يا ربي أن الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والسلطات الولائية والبلدية والدائرة على مستوى دائرة تمالوس، أنه هذه المرة لأول مرة في تاريخ تمالوس أن السكنات توزع بطريقة قانونية وشفافة وموضوعية، وهذا طبعا ما استحسنه جميع المستفيدين، حتى الغير مستفيدين استحسنوا العملية. كتر خيركم الحمد لله كلها إن شاء الله بوزوحكم الدولة الجزائرية. اليوم رانا هذا هو النهار اللي حسينا روحنا رايحين لدار ديار مضاف، الله يبارك. يعني نشكروا جميع اللي ساهموا في هذا الانجاح العمليه هذه. واليوم واش تقول؟ اليوم عرس الحمد لله الرب يطرب خبز على الكمال. الحمد لله يا ربي هذه هي فرحان كيف ما نفرحش بالرجال. الحمد لله الحمد لله هذا هو ترك الاستقلال كثر خير ربي والدولة والرايس والرجال العزيز.